مع شباب. يبقى إذن في عناصر كتيرة ممكن من خلالها أقدر أقيس أي ميجر. فبقى أخونا من في بداية النهارة قال لي عداد المية، كنا بنتكلم على الإيه؟ على الفلوريت. قلت له بس ده أنالوج، أنا عايز حاجة تبقى ديجيتال علشان يحول الإيه؟ التدفق اللي داخل إلى سيجنال أقدر أعمل عليها كنترول. يبقى إذن إحنا كنا بنقول إن أنا عايز سنسور عشان يقيس الارتفاع، وده قلت لك مثال للكلام. طيب الميجر دي دي المفروض تروح فين؟ الماكرو كنترولر بتاعي او الكنترولر بتاعي. طيب الكنترولر ده بيعمل ايه في السيجنال دي؟ بقى هيكمبير ويعمل الالجوريزم. احنا بنتكلم دلوقتي في الديجيتال كنترول، يعني انا ده لازم تبقى ارقام ديجيتال، لان هو سبوز ان انا عايز استعمل مايكرو بروسيسور، يبقى لازم تعالي نقف عند الكنترولر ده ونديله جزء كبير من الاهتمام. اول حاجه انت لازم بعد ما عملت ميجرمنتس لازم تعمل ايرور ديتكشن، مش كده؟ انت لسه قايل الكلام ده. انا لازم اختار، يبقى انا عندي في الكنترولر ده لازم يبقى فيه بشكل او باخر كومبارتور بيقارن ما بين الاكشوال فاليو اللي هو الاتش سمول مع السيت فاليو اللي هي الاتش كابيتال عشان يطلع لي السيجنال. صح كده؟ ما غلطتش. تمام. يبقى مجرد كنترولر ده ما تبقاش انت كده يعني واخدها يعني كنترولر خلاص، لا، كنترولر ده لازم يكون فيه اللي انت قلت عليه فيه اللي هو من الديزاين. يبقى لازم يكون عندي هنا يا جماعه عمليه من هنا، ده ايه ده يا دكتور؟ ده الكومباراتور. طبعا ده بيقارن انالوج سيجنال بانالوج سيجنال. طبعا اكيد ربما، لا مش اكيد، ربما ان شاء الله في ماده الكنترول وفي ماده الالكترونات في سنه ثانيه تبدا تاخد اوبريشن امبليفاير وازاي تستخدمه از كومبارتور معايا. يبقى اذا هنا في اوب امب او اوبريشن امبليفاير، عنصر من العناصر اللي هتدرسها في الالكترونات في الترم المقبل ان شاء الله رب العالمين، بياخد تو سيجنالز، ياخد يا جماعه تو سيجنالز ويقارن ما بينهم ويطلع الايرور سيجنالز. يبقى اذا هنا هتبقى السيجنال اللي داخل هنا عندي وليكن سيجنال انالوج بالشكل ده. ده طبعا بالنسبه لي التغير في الارتفاع مع الزمن. لان انا التانك شغال للنهار 24 ساعه. ميه داخله منه ميه خارجه منه، وانا برصد المتغير ده مع الزمن. مش مجرد لحظي، مش مجرد ان انا اثبته لحظيا، انا لسه قايل الكلام ده. معايا؟ وهنا الست بوينت دايما عندي قيمه ثابته اللي هي وليكن اللي هي الاتش كابيتال بتاعي، ودي برضه تصنف. طبعا انا اديتكم محاضره الاولى في الترم الاولاني من العام الماضي الفرق ما بين الانالوج سيركل الانالوج سيجنال والكوانتايزد سيجنال والسامبل سيجنال والديجيتال سيجنال، فدي برضه كونتينوس مع التايم، ودي تعتبر انالوج سيجنال برضه رغم ان هي ثابته عند قيمه الليست فانكشن اللي هي السيت بوينت بتاعتي اللي هي السيت بوينت بتاعتي. عشان كده هتلاقي كتب الكنترول اما تيجي ان شاء الله تدرسها هتلاقي دايما بيجيب لك التغير في الكنترول بره بالشكل ده. هتلاقي دايما جايب لك الخط الافقي ده، وده مش حاطه كده يعني علشان يجمل الرسمه او علشان يحسن شكلها او يظبطها، لا، ده دي السيت بوينت بتاعتي، دي الاتش كابيتال اللي هو السيستم هيقارن الاوتبوت بتاعه. ده الاوتبوت اهو، او الفيجن ديفاليو بتاع الاوتبوت بتاعه، انا وصلت لها ولا لا؟ والفرق بين السيت بوينت دي وما بين الاكشوال فاليو دي اللي هي السيجنالز. دي ايه يا جماعه؟ الايرو سيجنالز اللي هي في النهايه بعد ما السيستم يستقر هتثبت عند قيمه معينه والسيستم يبقى ايه؟ اصبح في السيلف ريجوليشن. ستيدي ستيت ولا بس شباب؟ فهنا
ومنتهى البساطة أول حاجة عملتها إن أنا عملت ميجرمنتس. يبقى الميجرمنتس دي جاية لي من الميجرمنت بتاعتي، فهنا ده الديفايس، ده السنسور بتاعي هنا، وليكن ده السنسور اللي أنا أعمل بيه الميجرمنتس عشان أديله معلومة عن طبعا هنا في داخل له السيت بوينت بتاعته، طبعا مش ازايمنت بوينت، هي موجوده في الكنترول الجوريزم بتاعه اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ضبط المتغير بتاعه. فهنا الكنترولر جواه، انا بتكلم تفصيليا عن الكنترول، جواه السيت بوينت اللي هيقارنها بالميجر ده اللي جايه من السنسورز. اللي جايه من ايه يا جماعه؟ من السنسور، اصلا ولا مش اصلا؟ تمام يا عزيزي. يبقى هنا هيطلع هنا ايه يا شباب؟ الالكتريكال سيجنال. الالكتريكال سيجنال دي انالوج سيجنال ودي انالوج سيجنال، يبقى اللي خارج ايه؟ انا عايز الناس تتكلم. اللي خارج يا شباب؟ انالوج سيجنال. يبقى اللي خارج هنا هو سيجنال بالشكل ده. وتقدر يا وضعها هذه السيجنال بتوضح التغير الحادث بين الاكشوال فاليو والسيكونت بتاعها. في اي اشكاليه جايه دلوقتي يا شباب؟ عظيم جدا. طيب الكنترولر بتاعك ده مش ديجيتال كنترول؟ رد علي. اذا كنت استعملت راسبيري باي او اي نوع من انواع البكات اللي انت استعملتها، او هتستعمل المايكرو بروسيسور، او هتستعمل المايكرو كنترول الكمبيوتر بتاعك معايا، مش ديجيتال، هل بيقرا الانالوج سيجنالز دي؟ يبقى انا محتاج هنا انالوج تو ديجيتال. انالوج، احسنت يا منير، انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طبعا لو في العمر بقيه والتقينا مع بعض في ماده الديجيتال كنترول هشرح لك الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده بالتفصيل. اخذنا السيركت بتاعت اول التالي اللي هو بيقارن. خلاص يا جماعه، يبقى انا محتاج انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر في النهايه هيطلع لي المعلومه اللي انا دخلتها دي في صورة نيوميريك كود. هو ديجيتال كود. نيوميريك ايه يا جماعة؟ كود. يبقى أنا عبرت عن القيمة اللحظية، بل مش لكل السيجنالز دي. لا، عند اللحظة اللي أنت قريت فيها القيمة الأولى يطلع لها كود. بعدها يقرأ القيمة الثانية يطلع لها كود. وبعدها القيمة الثالثة اللي احنا قلنا وفقا للسامبلينج بيريد بتاعتي. يعني انا هظبطه عند تايمنج معين، يفضل كل لما يخلص التايم ده يبدا يشوف ميجرد الفاليو الثانيه ويطلع لها كود وهكذا. مش مجرد ايه كل سيجنال، لا طبعا هيبقى التايم ده يكون صغير بما يكفي ان يطلع قراءات تعبر عن هذه السيجنال. وصل ولا مش وصل؟ عايز اسمع في رايك، وصل ولا لا؟ يبقى في كل لحظه معينه انت ظبطت عندها السيستم، كل ما تنقضي الفتره دي يوم فاتح وقاري قيمه اخرى ويطلع لك مناظره وهكذا. يبقى اذا اصبح الكود ده، انا ما قلتش الباينري ايكويفالنت، ما قلتش الباينري ايه؟ ايكويفالنت. انا قلت كود يناظر السيجنال، قيمه السيجنال في اللحظه اللي انت دخلتها له عندها. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ طيب اصبح هنا ممكن استعمل بقى اي ديجيتال كنترولر بقى في المصانع، بيستخدموا المايكروبروسيسور او الاي كوم، او حضرتك بتستعمل الراسبري باي او وات ايفر الكنترولر بتاعك. ده الديجيتال كنترولر، ده الديجيتال كنترولر. فاهم ان ده الديجيتال كنترولر، لكن المنظومه دي كلها اسمها ايه؟ كنترولر. خلاص يا شباب؟ يبقى اذا هذا المايكروبروسيسور، المايكروبروسيسور هيطلع سيجنال. سيجنال؟ لا. بيطلع كود برضه. يعني انت حضرتك لما بتخش، كل اللي بيخش جوه المايكرو بروسيسور زي ما هنشوف اذا كان في العمر وكان الترم اللي جاي، كله اكواد اصفار ووحايد، ماشين لانجوج. والماشين لانجوج عباره عن اصفار وايه؟ ووحايد. يبقى برضه هيطلع الكوماند سيجنال في صوره كودد. طيب الكوماند سيجنالز دي مش هتشغل المواتير. المواتير عشان افتح بيها فالف او اقفل بيها فالف محتاجه الكتريكال سيجنال تشغلها. يبقى انا محتاج احول المره دي ديجيتال الى
انالوج، يبقى انا محتاج كونفرتر اخر، ده نوع من انواع الكونفرتر. طبعا مش موضوع مش مهم قوي تفاصيل الكونفرتر ده، لكن هيبقى فيه لقاء ما هيجمعني بيه واتكلم في التفاصيل بتاعه. يبقى هنا ده كونفرتر انالوج ديجيتال، ياخد الانالوج سيجنال يحولها لكودد. هنا عايز الكود يتحول لانالوج سيجنال، يبقى اذا هنا محتاج ايه يا جماعه؟ ديجيتال. المره دي تقول ايه يا جماعه؟ تو انالوج. ديجيتال تو انالوج. بس هنا انا عايز الفت نظرك، مش هيطلع لي سيجنال كده، ده هيطلع لي سيجنال لحظيه. ويبقى عند اللحظه ده اهي. طبعا النقطه دي مش موجوده جوه السيجنال، النقطه اللي فوق دي هي السيجنال. قيمة السيجنالز بتاعتي كم فولت بالظبط؟ انا اتفقت كم فولت بالظبط؟ انا اتفقت معاك لحظات من شويه، كنت بقول لك كل تي هبدا افتح عشان اطلع قيمه جديده صح؟ طب في اللحظه بتاعت بقى اللي جيت 2 تي كانت السيجنال دي عايز اعمل لها ايه؟ عايز اعمل لها هول. عايز اعمل لها يا جماعه هول. هول يعني ايه؟ عايز مش هي دي السيجنال اللي طلعها الكنترولر؟ عايز اثبتها بالفتره اللي جيت اوصل لمين يا حبايبي؟ لغايه 2 تي جيت التي الثانيه اللي هي بعد ايه؟ اللي هي الفتره الزمنيه بتاع السامبلنج فيديو. لو مش فاهمين هقول لكم بتاع لا عادي الكلوك يعني. معايا رجاله ولا ايه؟ سرحت زهقتوا ها؟ معايا؟ معايا بنادي؟ يبقى بعد فتره تي كمان الفتره اللي هو عايز يبدا يطلع جنريت له كود جديد ويطلع له قيمه ونظره جديده، عايز اعمل هولدنج لهذه القيمه، عايز اعمل هولدنج لهذه الايه؟ القيمه. اول ما تظهر القيمه ممكن تبقى ازيد، ممكن تبقى ايه؟ اقل، ودي اللي كنا بنسميها كوانتايزد سيجنال. كنا بنسميها ايه يا جماعه؟ كوانتايزد سيجنال. افتكروا كلامي في اول ترم. كنا حتى الفيديو اللي احنا بنعمله كلاسيفيكيشن اوف الكتريك سيجنال لو افتكروا. معايا؟ الكوانتايزد سيجنال. يبقى هنا السيجنال اللي طلع هنا ثبت. تمام سامبل السيجنال. عشان كده احنا كنا مهتمين في الموضوع ان احنا نحط الكلام تحت مسميات انالوج سيجنال ها؟ ده ديجيتال كود، ده مش سيجنال، ده ديجيتال ايه؟ كود. دي سامبل سيجنال، دي ايه؟ كوانتايزد سيجنال. يبقى انا هنا محتاج ايه يا دكتور؟ هنا انا هستاذنك اكمل الكنترولر تحت. تمام. يبقى هنا انا محتاج هولدر. محتاج ايه؟ هولدر. سمبلست تايب ده تاخدوه في ماده السيجنالز برضه الترم المقبل في سنه ثانيه في اول ترم. ابسط هولدر، هولدر اسمه زيرو هولدر هولدر. بص مش هشرح تفصيل بس انا هقرب لك فكره. مش هشرح تفصيل بس هقرب لك ايه يا جماعه؟ فكره. يعني هذا السامبلر اهو هعتبره از سويتش، هو في الحقيقه مش سويتش. طيب نقول بسرعه، خدتوا مع الدكتور وليد عماد الفيت ترانزستور؟ خدنا الفيت كانت الفيت ترانزستور؟ موس فيت والفيت ترانزستور؟ يبقى هنا الموس الموس فيت ترانزستور عبارة عن جيت فكر بسرعة بيه ودرين ودرين وسورس تقريبا سورس وعند ليه وهنا ما بين يعني اعملها لك هنا تبقى واقفه قدامك دي العناصر بتاعتنا وادي الجيت وادي الاطراف الثانيه اللي هي الدرين بتاعتي ادي الجيت اهي دي اللي هي الدرين وطبعا دي بتبقى منقطه كده وهنا دي ومع دي شورتد وده اللي هو السورس وده اللي هو الدرين. ايه اللي انا عامله ده يا دكتور؟ اللي هو قدامنا ده بالشكل ده ده اللي هو بنسميه
المصفت. ايه الموضوع ده يا دكتور؟ افكرك بيه بسرعه وبعدين بعد ما نعمل الكنترولر هنوقف ناخد بريك ونرجع نكمل شغلنا معايا. بمنتهى البساطه كان عندنا هنا المصفت ده الجيت افكرك بيها بسرعه وده الدرين ايوه ده السورس اللي هو ال بلس ده البي تايب سبستريت وده هنا ال ان وده اللي هو بالنسبه لي ده السورس ده الدرين تعالى افكرك بسرعه بالموسفت. الموسفت هو عباره عن ثلاثه كارت زي اي ترانزستور. الترانزستور العادي بي جي تي بيبقى عندنا الاميتر والبيز والكونفرتر. الموسفت عندنا بدل كلمه الاميتر عندنا السورس وبدل كلمه البيز عندنا الجيت وبدل كلمه الدرين عندنا لو كان كلمه كولكتور عندنا الدرين. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه لازم تلفت نظرك فيها للكلام ده بنلاحظ ان ما بين الجيت وما بين اللي تشانل بتاعتي دي ان تشانل بتاعتي او البي تشانل سيان البي او ان تشانل هي المسافه اللي هنا اللي بتربط ما بين الدرين والسورس متقطعه مش متصله. ليه متقطعه يا دكتور مش متصله؟ لان هنا مفيش تشانل حقيقيه موجوده بتربط ما بين السورس والدرين. هتلاقي ان الدرين قطعه الان بلس ان بلس معناها ان كميه الدوبينج في المنطقه دي عاليه جدا. بيقول لك ان ايه؟ ان بلس اعلى من المنطقه اللي هي ايه؟ ان معايا اللي هي كميه الدوبنج اللي هي الشوائب اللي بتتحط في المنطقه دي اعلى من تركيز الشوائب في المنطقه الثانيه. يبقى اذا هنا ما فيش اتصال مباشر ما بين السورس واللي هي شباب والدرين. طيب طب ما طالما ما فيش اتصال ما بين السورس والدرين يبقى اذا ما فيش تيار هيمر في الترانزستور. اقول لك اصل لا مش ده التصور الصحيح. ما ايه التصور الصحيح؟ بقول ان انا لو امكني ان انا احط بهد موجب ما بين السورس والجيت ما بين ايه يا جماعه؟ السورس والجيت هيبقى الجهد اللي على الجيت يا شباب موجب. طب ايه اللي هيحصل على الجهد اللي على الجيت ده موجب؟ هيبقى اذا خد بالك المنطقه ده اهي عباره عن سيليكون دايكسايد. سيليكون ايه يا جماعه؟ دايكسايد اللي هو الرمل. سيليكون دايكسايد اللي هو يا شباب؟ الرمل. ايه اللي هيحصل؟ اما انت هنا في كوبايه موجبه على الجيتس وده اللي بيوضح لك المسافه اللي هنا. المسافه الفراغ اللي ما بين الجيت وما بين الدرين والسورس في فراغ اهو شايفينه؟ الفراغ ده سببه المنطقه العازله اللي هي من ايه يا جماعه؟ من السيليكون ايه يا جماعه؟ دايكسايد. كل رمز والعنصر اللي له معنى زياده. لكن مشكلتك ان انت بتوض الطرف عن ليه الرمز ده اتحط؟ اتحط من تلت معينه. في منتجات معينه بتحط صياغه رائعه للي بيدور في دماغها على الورق. لازم انت توصل هناك لفهمها ان ما كنتش توصل لكيفيه تعمل زيها، بس على الاقل تبقى فاهم ليه ما عملش كده ما وصلهاش ببعض زي ما كان في الفيت. ده رمز الفيت ترانزستور. ليه حط فراغ؟ الفراغ ده سببه السيليكون دايكسايد اللي هو ده. شايفين السيليكون دايكسايد ده؟ اللي هي المنطقه العازله دي هي دي الفراغ اللي موجود هنا. ديت الفراغ اللي ما بين الجيت وما بين التشان، اي ان الجيت والتشان مش متصلين اتصال ايه؟ مباشر. يبقى الحته دي المال دي ايه يا دكتور؟ دي الميتال كونتاكت، دي الحته الحديده اللي بوصل بيها الحته الحديده اللي انت بتشوفها في الترانزستور بتلهم عليها، بتلهم ايه؟ عليها السلكه بتاعتك. ده الميتال كونتاكت. الحته المعدنيه اللي في الترانزستور. لكن بعد الحته المعدنيه دي ايه؟ طبقه عزله من الرمل السيليكون ايه؟ دايكسايد. وبعد كده البي سبستريت بتاعتي. طيب البي طيب الماجوريتي كارز فيها ايه؟ الهولز
طالما قلت ماجوريتي يبقى لازم يكون في ايه؟ ماجوريتي. لو انا قلت غالبيه الحضور من الرجال يبقى معنى كلامي ان هناك نساء حضرت المحاضره. صح كلنا غلطان؟ والا طبعا المعنى ما يبقاش له دلاله. واخد بالك؟ فهنا طالما انا عندي ماجوريتي كاريرز اللي هي قلت لي ايه؟ في طيب؟ هولز يبقى في عندي ماجوريتي كاريرز اللي هي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. ايه اللي يعملها؟ لا تاثير في غياب البوست بورج اللي على الجيت ملهاش تاثير. ليه؟ لانها منتشره بشكل مشتت جوه البي سبستريت. بمجرد ما احط الجهد الموجب هنا تبدا الالكترونات سالبه الشحنه تتجمع من ايه يا شباب؟ نهايه البوزيتيف. فهمت علي؟ نهايه البوزيتيف طبعا تبدا تتحرك منين بقى؟ من كل حدث حدث الوصال. كان شغل كده برضه من كل حاجه من ايه وصار وجوه البي سب ستريت تبدا كلها تكونسنتريت في حته عندي ناحيه البيت عندي اللي بنسميها درافت كاريرز. درافت كاريرز دي انها بتتحرك تحت تاثير مجال كهربي بتسحبها من البي سب ستريت هنا حبه هنا حبه هنا يبدا المجال الكهربي الموجب بيبقى ايه؟ يشدها في المنطقه بتاعت الاتشنج. طيب حضرتك في التوصيليه الكهربائيه لو تفتكروا ايام المحاضرات الاولى في الالكترونيه يكون بيقول لك ايه؟ كلما زادت الكاريرز في منطقه زاد الكونتكتيفيتي. وانا بحط الميريتش ليه؟ عشان ازود الكونتكتيفيتي اللي هي ايه الكونتكتيفيتي دي؟ التوصيليه. يعني التوصيليه اللي كهربائيه ولا حراريه؟ لا كهربائيه. طب اما تزيد الكهربائيه تقل المقاومه. تقل ايه؟ المقاومه. صح الكلام ولا غلطان؟ فاما تقل المقاومه عند الدرجه عند حد معين بنسميه الثريشولد فاليو في دي. الريزولت فاليو ايه اللي يحصل؟ يبقى المقاومه في المنطقه دي ايه؟ اقل ما يمكن يا بطرس. معايا يا حبيبي؟ اقل ايه؟ ما يمكن. طب اقل ما يمكن انا عملت شورت ما بين مين؟ ما بين السورس والايه؟ والدليل. عشان كده بقول لك قبل اما اوصل للثريشولد فاليو كان في كونتاكت ما بين السورس والدليل ولا لا؟ لا لا يعني مفيش طيار اوف. صح الكلام؟ وصلت للسلسلة بقى في تشانل ولا مفيش تشانل؟ في تشانل. قلت لي التشانل دي فيزيكال تشانل ولا انديوزد تشانل؟ لا ده انديوزد. انديوزد تشانل. يعني ايه يا دكتور فيزيكال تشانل؟ يعني هي تشانل ممسكها اشاور لك عليها بالقلم كده اقول لك هي التشانل اللي هي خد بالك ولا هي بتنشا من المجال الكهربي؟ بتنشا. طب لو غاب؟ خلاص بترجع. طب لو وصلنا للسلسلة تتواجد ويظهر تاثيرها صح؟ يقل عن السلسلة ترجع تاني تختفي لان لو انا حطيت هنا جهد سالب هتنتقل ده اللي حبه اللي هنا هيروحوا فين؟ هيبعدوا تحت خالص ينزلوا تحت يحطوا ايه يروحوا فين يا جماعه؟ ينزلوا بصره ولا مش بصره؟ تمام حلو يبقى دي بيسموها ايه يا جماعه؟ الانديوزد تشانل. يبقى اللي انا بشاور عليها ايه اسمها يا شباب؟ سواء بقى ان او بي هنا في المثال بتاعنا كان بي ها دي اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي انا بشاور عليها دي ها؟ رد عليا يبقى الداشت لاينز دي الانديوزد تشانل. ليه قلت عليها انديوز؟ لانها تاتي امتى؟ تحت تاثير الجهد الموجب، غيابه او عكس البولاريتي تختفي التشانل. يبقى في لحظه ما مع البي دي هتبقى في تواصل ولا مفيش تواصل؟ ثم بعد ذلك تختفي. يبقى ما اقدرش احط صوره لاين، لان لو حطيت صوره لاين معناه ان في فيزيكال تشانل زي الدبليشن موسفيت. موجود كنترول. وصل دي ولا لسه يا شباب؟ طيب ايه الدكتور اللي انت عامله ده؟ سيد انت قلت لنا من شويه اظن ان انا مش اصرف عليك معايا رجاله ولا ايه؟ خلص يلا خد البيت ان شاء الله. انت قلت لنا من شويه دكتور ان الترانزستور ثلاث اطراف صح الكلام؟ الطرف الاولاني الطرف الثاني درين الطرف الثاني سورس ادي يا دكتور الطرف السورس وادي الجيت ايه الطرف اللي انت حاطه الطرف اللي انا حاطه ده البي سبستريت اول وشوف الكلام الجميل اللي بيتقال في الكتب بس بيبقى مظبوط حلو لو في رقبه ان يمر عند الطرف هي المشكله مش في الكتاب
مشكلة في اللي بيقرا الكتاب. بيقول لك البي سم ستريت فولو شورت ويز سورس. يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ هتلاحظ هنا دي البي سم ستريت اللي هي اللير دي. دي بنسميها بي سم ستريت. كلمة سم ستريت معناها خميرة. عجين. معايا؟ اللي هي البي طيب مثلا. بيقوم عامل لها كونتاكت. هذا الكونتاكت اولويز شورت مع السورس. يعني دوما في التركيب الداخلي انت مش هتعمل انت ده. الطرفين دول انت مش شايفهم اصلا يا جاي. بس لو انت بتسعى للتعلم وافهم لمعايير التعلم المفروض تستوقفك الرمز. ايه دي؟ دي تطلع ايه دي؟ طب ليه هي متصله مع السورس؟ ما اتصلتش مع الدرين ليه؟ طب وليه هي بتتصل من الاساس اصلا؟ دي اسئله طرقت على ذهنك. رد عليا. ده غلط. اذا شئت ان انت تتعلم لازم تسال ولازم دماغك تمشي في الاتجاه ده. انا بحاول ادفعك دفعا في محاضره النهارده في مجال الكنترول او في محاضرات اللوجيك ان انت دايما تسال. لان مش العيب في السؤال، العيب في ان انت تنحرج ان انت تسال فتزداد في الجهل اللي انت فيه ما تخرجش منه. يبقى اذا هنا البي سبستريت اللي هي المنطقه دي لها ميتا كونتاكت داخليا جوه الترانزستور مش من بره. اولويز كونتاكت ويز سورس. طب ليه يا دكتور بمنطقة بساطة؟ عشان لما يحط هنا طبعا هنا السورس بيبقى ايه؟ طالما هنا طرف ممكن يبقى الطرف ده ايه؟ سالب. يبقى الطرف ده ايه؟ سالب. يبقى اعمل ايه في الالكترونات؟ ازق ايه على تشقلب عشان تطلع. هي بقى يبقى انا بشدها بالايه؟ بالعافية خالص بالموجب وبزقها بالايه؟ بالسالب. فاهمين يا شباب؟ ازاي؟ مفيش علم صعب والله يا حبايبي. بس المعلقه اللي بتديها لك هي الايه؟ هتكتب. واحد زي حالاتي لما هديك الدواء هيبقى مر قوي. لكن حد غيري؟ بقول الله اديني كمان معلقه. والنبي كمان. يبقى هنا ايه يا شباب؟ رد على حبايبي. خد ممكن انت تضعتم؟ فكرت في المعلقه ولا ايه؟ ها هنا ايه؟ موجة. الدور موجة. موجة. وهنا الطرف الثاني بقى ايه؟ سالب. الوز كونتاكت الوز شورت يبقى هياخد نفس البارت ولا لا؟ اه اللي استكاك كهربيه سالب مع الالكترونات سالبه هيحصل ايه؟ زوهم لفوق. طلب يبقى زوهم لايه؟ لفوق. موجب مع سالب. مع سالب الالكترونات هيعمل ايه؟ يشد. يبقى في تعاون ولا مفيش تعاون؟ في. يبقى هنا الالكترونات يا شباب هتتنافر مع النيجاتيف بولاريتي اللي عند البيسا مستر والموجب ايه؟ والموجب ايه؟ ده فوق يسهل من الانديوز شانل. طالما في انديوز شانل وطالما ان انا عايز اسحب الكلام ده هيبقى هنا تبقى ايه يا شباب؟ تبقى ايه؟ موجب. لان انا عايز اطلعها بره بقى مش كده؟ هنا في مقاومه وبطاريه موجبه. طبعا انتوا عارفين الترانزستور بيشتغل ازاي والدائره شفتوها. فهنا كده في ايه؟ سلكه وهنا المقاومه وهنا البطاريه بتاعت الاوت. فمين ناس يا شباب؟ وتتصل بالجراوند معايا؟ يبقى هنا في قضيه ايه؟ موجب. يبقى الالكترونات هتخضع لايه؟ هنا ايه؟ سالب. يبقى هنا الالكترونات هتمشي ولا هتقف عند السالب؟ لا تمشي. هتمشي تروح منين؟ للموجب. للموجب من خلال الانديوز الشد ويمر التيار. يبقى انا اتحكمت في الاون والاوف من خلال ايه يا جماعه؟ سويتش هود. من خلال السنسور دبالي ار كوبايه الموجب. يبقى كل اللي انا هعمله هنا ان انا هحط هنا ترين اوف بالسز. ده اللي هيكون مكان السويتش. مش انا كنت راسم هنا سويتش؟ طب ما العيال دي عايزه تتعلم. كنت ممكن اقول لك سويتش بيفتح ويقفل. طب مين اللي هيفتحه ومين اللي هيقفله؟ فهنا هحط ترين اوف بالسز. دي بالسات موجبه قيمتها تتخطى مين؟ الثريشولد. جت وراحت على الجيت حصل ايه؟ كل شويه تسحب اون. حصل ايه؟ اون. طب لما حصل اون ايه اللي حصل؟ من مميزات الموسفيت ان الانبوت امبيدنس بتاعته عاليه جدا. ده امتى؟ في الاوف. امتى؟ في الاوف. وفيري سمول امتى؟ في الاون. يبقى اذا الاشاره بتاعت اللي هنا اللي هو هنا هو تظهر اللي هو خارج الكمبارتور بتاعي وتظهر السورس بتاعي كان ايه؟ اللي هو كان جاي من ايه؟ الكمبارتر بتاعي او كان جاي لي وطبر من المايكرو سنسور او وطبر كان منين؟ مش كده؟ من الالكترو ديجيتال ده مش كده؟ مطلع لي قيمه سيجنال. السيجنال دي هتتنقل من السنسور بتبقى في حته
طب الدرين ده عليه يا دكتور؟ ده ايه ده يا دكتور اللي انت بترسمه ده؟ امبليفاير ولا ايه؟ اللي هو الكوبريشن امبليفاير. احسنت. ما ايه ده يا دكتور؟ اقول لك هديك هنت سريع عن الموضوع وليس كل تفاصيل الموضوع. هنا وصلت السيجنال في الفتره دي الترانزستور كان اون. كان ايه يا جماعه؟ اون. طبعا هنا اول ما تجيب ايه اوف. وهو قال ان السيجنال بتاعتي دي بتوصل هنا صح الكلام؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ الهاي اندوت امبيدنس اللي هنا واخد بالك؟ بتلاقي ده بيسموه الفولتج فولور. يعني ايه فولتج فولور يا دكتور؟ يعني مش بيكبر مش اوبريشن امبليفاير لغرض منه التكبير. لكن هو عادي ما بين الهولدر وما بين بيت الايه؟ الدوائر اللي بعديه. يعمل عزل ليه؟ عشان الإشارة اللي هنا أنا عايزها تفضل ثابتة الفترة الزمنية بتاعتي دي صح الكلام؟ ومش عايزها تتفرج في حتة تانية صح الكلام؟ يبقى إذا هنا بيبقى هنا الإشارة بتيجي هنا تشحن المكثف. طول ما ده إيه يا جماعة؟ رد عليا أون. فهنا السيجنالز بتاعتي موجودة من السورس الفولت السورس. هو بقى وتظهر بقى جاي من الكمبراتور جاي من الانالوج تو ديجيتال من الديجيتال تو انالوج في سيجنال ولا في سيجنال هتاخد وقتها كده ما فيش منين يا جماعه المكثف اتشحن في الفتره دي اللي انا كنت بكلمك عنها دي جه بعد الفتره دي حاله ايه يا جماعه اوف ان البالس جابت البالس ايه يا جماعه؟ رد عليا جامد. اما البالس دي يحصل ايه في الشانل؟ اختفي ترجع عادي. يحصل ايه ما بين السورس والدرين؟ مفيش موجود شانل يبقى في هاي انبوت امبيدنس. هاي انبوت امبيدنس يعني الترانزستور ده ايه؟ اوف. يبقى انا ما فصلت ما بين مين ومين؟ السورس والدرين. طب هنا ده بقى يعمل ايه؟ هيعرف يفرق في السورس؟ مش هيفرق في السورس. هيعرف يفرق في الاكسترنال سيركتس بتاعتي؟ مش هيعرف يفرق فيها لان هنا ايه قلنا؟ فولتج فولور فولتج فولور الجين بتاعه بيساوي واحد ما بكبرش السي جي يعني اللي موجود على الانبوت يظهر في حته على الاول از اتز. طب انت حطيته ليه يا غالي؟ كايزوليتور كاي شباب؟ ايزوليتور ليه؟ عشان اعزل المكثف عن الدايره اللي بعديه. فاهم قصدي يا شباب؟ عظيم. يبقى في الفتره دي هيبقى السيجنال كلها ده ايه يا جماعه؟ ثابته هولدد وده اللي كنت بسميه زيرو اوردر هولد. ده التايب سيمبلست تايب. في فيرست اوردر هولد وسكند اوردر هولد. ده سيمبلست؟ على السيمبلست تايب عباره عن الكترونيك سويتش. انا كنت هعملها لك انا لكن هنا في سويتش. سالت عليا ما قلتش يعني ما مش طب يعني ايه ده البلو سويتش ده يشتغل ازاي؟ هفضل اتكي بايديا كده لا فهمتني يا جماعه؟ يبقى الموسفيت هنا انا استخدمته مش از امبليفاير از ايه يا جماعه؟ سويتش له حالتين اون وايه يا جماعه؟ واوف من خلال الترين اوف بالسز اللي قدامنا دي اللي انا حاططها فين هنا يا جماعه؟ على الجيتس وهنا بستقبل السيجنالز بتاعتي فاثناء ما هو اون اعمل لها اعمل تشارج للايه؟ للمكثف. اثناء ما هو اوف اعمل هولد للسيجنالز بتاعتي. يبقى اذا لو انا قدرت اعزل المكثف بست بدقه هيحصل ايه هنا؟ هيفضل ده هولد للفاليو دي طول الفتره دي. طب فتحت تاني يبقى احتمال السيجنالز دي تبقى اكبر يبدا شارج المكثف دي ايه؟ تزيد وتبقى هولد. طب اقل هيفرغ في السورس وتنخفض وتبقى هولد. فاهمين قصدي يا شباب؟ وتطلع عندي الكوانتايز السيجنال. كوانتايز دي يا جماعه سيجنال مش هطول اكتر من كده اختم بس اقول لك الكنترولر يبقى اذا هنا هتطلع الكنترول سيجنال بالشكل ده اللي هي الكوانتايز دي هتطلع منين يا دكتور؟ من الكنترولر يبقى ده كده بالنسبه لي الكنترولر ودي بالنسبه لي خرج مني كنترول سيجنالز فاهمين؟ يبقى داخل بقى عملت ميجرمنتس الكنترولر مش مجرد بوكس كده بصر يا رجاله ولا لا انا بحاول اديك تفصيلات
مش كبيرة بس برضو مش قليلة، عشان يبقى انت عانيت ان انت جيت هنا، يبقى هذه المعلومة تستحق مجيئك. اعذروني لان انا عارف انك في اجازة، بس انت شرفتني بالحضور ولازم اديك ما يستحق حضورك، صح الكلام؟ من هنا حصل بجرماز تبعها حوالية الكومباريزون ما بين السيكوين، طلع لي السيجنالز، حولتها الى ديجيتال كود من خلال انا ديجيتال كونفرتر. ثم بعد كده حصل بروسيس اللي هي الكنترول اكوريزم اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو الكود اللي حضرتك عملته، عالج الداتا اللي انت دخلتها، طلع نتائج. النتائج دي علشان تبقى تروح للموتور الاكشويتر لازم تتحول الى صوره انالو. هنا مش هتتحول لصوره انالو، انت هتطلع عندك بصوره سيجمنت. دي ما تنفعش تخش على الموتور، يبقى انا عايز حاجه تحولها لايه؟ كوانتايزد. يبقى انا محتاج ايه يا جماعه؟ زيرو اوردر بور، اللي هو شرحته قدامك من شويه كده، هو زيرو اوردر بور. يبقى ده هنا بالنسبه لي كنترولر. يبقى ده اللي انا مستحيل اسميته كنترولر، او تحديدا ديجيتال كنترولر. تمام؟ نكمل ولا اخد بريك؟ اخد بريك شويه نكمل بعدين. يبقى اذا انا محتاج ان انا اعمل ميجرمنتس، انا محتاج ادرس انواع السنسورز. لان كلمه الكنترول اني ميجر الفاليو كان في كنترول، يبقى لازم اعرف ميجرمنتس خالص. لازم يكون عندي حاجات اهتمامات بالسنسورز وانواعها، وازاي اختار السنسور وايه علاقته بالميجر فاليوز والكلام ده. يبقى لازم يكون عندك فاك باك جراوند خالص. واخد بالك؟ تاني حاجه الكنترولر اللي اتكلمنا عنه، انا قلت لك ان هو مش مجرد يعني عنصر واحد كده، لا ده جواه بروسيسنج. عشان لما اجي اتكلم اقول لك اند بروسيس، يعني كلمه بروسيس عمليه، عمليات ما تبقاش كلمه عمليه وعمليات مش فارقه معاك. انا بحاول اضغط لك قوي على الالفاظ عشان توصل للمعاني اللي انا عايزك تقصدها من من المتن اللي اتقال لك. عايز اعوضك ان انت ازاي تستقل معلومه من المادة. مش لما اجي اقول لك اعرف لي جزيء الماء تقول لي ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. كويس. اجيبها صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه. لكن بقى ممكن تقول لي والله دي رابطه تصاميه قطبيه ولا غير قطبيه، طب يعني ايه القطبيه الكهربيه السالبيه، وتبدا تكلمني في الكهربيه السالبيه. الله 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 مش كده برضه انا غلطان. طبعا الكلام ده كنت في الفيزياء. معايا؟ في واحد يديك معلومه وفي واحد يديك محاضره. في المعلومه دي. مش كده ولا انت مش معايا؟ يعني مقوله يقولوا لها اي حد يجي تلاقي عليها كتاب كامل بيشرح لك المقوله دي. من عمق الكلمه. يبقى اذا هنا في عمليات بتحصل جوه الكنترولر عشان يطلع الكنترول كوماند. الكنترول كوماند ده اللي يفتي. الكنترول كوماند هي السيجنالز اللي هتخلي الموتور يلف شمال ولا يلف يمين؟ يلف شمال هيقفل، يلف يمين هيفتح. اقصد السولونيل بتاعتي او الطاره بتاعتي، صح الكلام؟ يبقى اذا هنا هتطلع من هنا، طبعا هنا جواها الزرد فاليو والست بوينت بتاعتي معايا يا جماعه؟ فاهمين قصدي؟ ويطلع هنا لازم تخش على اكشويتور. اكشويتور ده مش جو مش بوكس. ما انت لازم تعرف علشان لما تيجي تروح تشتغل تعمل عمليه، يبقى انت في دماغك مش بلوكات. الاكشويتور ده مش بوكس، مش بوكس اسمه اكشويتور، لا درايفنج ميكانيزم. الدرايفنج ميكانيزم اللي هي المواتير، الجير بوكس، السولونايل بتاعك اللي انت الفالفات اللي انت عملت دي كلها، انت درايفنج ميكانيزم هي اللي هتتحكم في الكنترول فاريبل بتاعك. معايا يا شباب؟ يجي بقى الاكشويتر ده هو الايه؟ دي كوماندز بتاعتك. طبعا هنا هيطلع لنا كوماند لاين. الكوماند قصدي كوماند سيجنال. كلمة كوماند اللي هي كلمة كوماند معناها الأمر. أقصد بالأمر يعني مش سيجنال الأمر، لا. في النهاية المايكرو بروسيسور عايز يقفل الفالف بقدر معين أو يفتح الفالف بقدر معين. يطلعها إزاي؟ يقول له افتح واقفل. مفيش هومن إيد. يبقى إيه؟ عايز يخلي الموتور يلف
بسرعة ما عدد ما من اللفات، عشان هذه السرعة مع هذه العدد من اللفات هتفتح الفالف بمقدار ما وصل لسه، أو هتقفله بمقدار ما مع تغيير اتجاه حركة الايه؟ الموتور، صح؟ يبقى هنا لازم يكون في اكشويتور، الاكشويتور ده اللي هو الايه؟ الدرايفنج ميكانيزم. أيا بقى شغل الدرايفنج ميكانيزم، زميلك بقى الميكانيكا يبدأ يشتغل معاك، يصمم يقول لك الجير بوكس هتبقى كذا، الموتور هيبقى كذا، دي سي موتور، دي سي موتور، وتقدر مش هتفرق كتير، تبقى أمور تعاونية وأنت تقدر تشتغل فيها. عظيم. طب يا دكتور هنا انت وصفت ايه في التكست ده؟ في المنطوق اللفظي ده؟ هقول لك وصفت الاتي. تعالى مع بعض نقرا وهنقرا بفهم.